إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الطهر الميامين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطائة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما زلنا مع الإحسان وتجلياته في شهر رمضان، وقد ذكرنا آنفا أن من الإحسان ما هو قاصر على المرء ذاته، ومنه ما يتعدى المرء إلى غيره. فمن الإحسان ما هو قاصر ومنه ما هو متعدي، يعني نفعه يتعدى إلى الآخرين. وهذه الأبعاد متجلية في صيام شهر رمضان. أما النفع القاصر الذي يرجع بالفضل وبالنفع على الإنسان الصائم المؤمن، هي المغفرة. المسلم بدافع الإيمان يصوم ليرضي ربه، فإذا رضي عنه غفر له وأدخله الجنة. وهذا النوع من الإحسان يرجع نفعه للإنسان. عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فأول الإحسان إحسان المرء لنفسه، لأن نفسه أعز الأشياء إليه، وبالتالي أول الواجبات هي فروض العين: الصلاة والصيام والزكاة والحج، تتعين على كل مسلم، بخلاف فروض الكفاية. إذا قام بها فريق من المسلمين سقط عن باقي الأمة. والنفع الذي يبحث عليه المسلم من الصيام نفع روحي ومادي. النفع الروحي هو مغفرة الذنوب والدخول إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من صام رمضان إيماناً واحتسابا يحتسب الأجر إلى يوم القيامة. وكذلك فيه نفع بدني جسدي، وكذلك أوامر الإسلام كلها، أوامر الإسلام كلها تحقق المصلحتين: مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، فلا تعارض، لأن رب العالمين رب الدنيا ورب الآخرة. فالسعادة ليست فقط السعادة هناك بعد الموت، بل المسلم يبحث على السعادة هنا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ليس من مقاصد الشرع الإحراج والمشقة. وقال الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، فإذا ضاق عليك الأمر اتسع عليك الشرع. يريد الله بكم اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس من مقاصد الله النكال والإعنات، لكن يطلب من المسلم أن يجاهد نفسه حتى يرتقي بها إلى مقام الكمال عقلا وروحا وجسدا. فإذا ما إذا كانت المطالب الروحية تتلف الجسد
يأخذ المسلم الرخصة، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا ينبغي أن تتحقق مصلحة على حساب مصلحة أخرى، لأن المسلم إذا تضرر في دنياه وفي بدنه تضرر أيضا في إيمانه وفي آخرته. فحفظ النفس من مقاصد الشريعة وحفظ البدن، فالصوم يحقق المنفعتين. وهناك إحسان يتعدى إلى الغير، فلا تعارض، لا يمكن أو ليس موجودا في الإسلام نفع فردي على حساب المجتمع. فالإحسان للنفس لا ينبغي أن يسيء إلى الغير، وكثير من أنواع التدين لا تراعي البعد الأخلاقي والاجتماعي. تجد المسلم يكثر من صلاة التراويح ومن العمرة وكذا، يعني يكثر من العبادات، لكنه يسيء إلى بيته وإلى مجتمعه من الناحية الأخلاقية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأعمال. فلا يمكن أن يصدق إنسان يبحث النفع لغيره ويحسن إلى نفسه وهو يسيء إلى غيره. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، يعني يحسن من جهة ويبطل عمله من جهة أخرى، كالذي تنكت غزلها، يعني تغزل وتنكت، يعني يبني صيام ويهدمه بالأخلاق، مع العلم أن التقصير في العبادة يجبر بعفو من الله وبكفارة وبقضاء، أما الإيذاء إلى البشر لا يغفره الله حتى يغفر المظلوم. يعني العلاقات مع الناس فيها المشاحة، حقوق واجبات لا تساهل فيها، مع الله يمكن أن تؤخر الصيام إذا مرضت أو كذا، في كفارة في قضاء، أما علاقتك مع الناس ما فيها كفارة ولا لا بد أن ترد الحق إلى صاحبه، ولا بد أن ترجع له كرامته إن اتهمته أو ظلمته. فلا يستقيم الصيام مع الإيذاء، وهذا الإيذاء لا ينبغي أن يفهم فقط بمعنى إيذاء المسلم، لا، إيذاء الخلق، لأن الخلق كلهم عيال الله، فلا يلق المجتمع للمسلم وهو يعيش في مجتمع فيه المسلم وغير المسلم فيؤثر سلبا على نظام المجتمع بطريقة أو أخرى. فلا يلق للمسلم أن يسهر الليل كله يؤذي جيرانه، وأن يشتغل في معمله بكسل، هذا لا يليق. إما أنت قادر على الصيام فصم، وإلا فلا تتستر ولا تتخندق وراء قال الله وقال الرسول، يعني تحفظ لنفسك كرامة وتسيء إلى الإسلام. وكثير من المسلمين عندما يسأل خاصة من قبل غير المسلمين، يعني لماذا أتيت متأخرا للعمل ولماذا تريد أن تخرج من العمل قبل الوقت، قال يا سيدي أنا صائم. يعني المفروض أن الصوم عبادة سر لا ينبغي أن يطلع عليها أحد أصلا، بالعكس إن كان هناك من علامة للصيام هو النشاط، تكون خفيف، يعني المعدام خاوية
الذهن صافي، العقل بيان اوكسيجيني، يعني المفروض انه اللي صايم راه ناشط الا المريض. المريض عنده رخصه، ما كنتكلموش على الانسان المريض. اما انسان عنده لاغريس وعنده الشحمه وعنده الريزيرف وعنده كذا، بالعكس نقص شويه. مرض بدني ومرض نفسي، وهي مناسبه ان يتخلى المسلم على التدخين وهذه المنشطات لي زيكسيتون، لانه المسلمون اكثرهم يعاني ليس من الجوع والعطش، يعاني من قلة المنشطات، القهوة وأتاي والسيجاريت، لأن هذا كيوجع العقل. يا فطم أخويا، فطم داك العقل ديالك من داك المنشطات وداك المناسبة. يعني بقى أنت تخرج برمضان يعني افيك اون ديزانتوكسيكاسيون، يعني تخرج شوية تربح، يحصل لك نفع جسدي، تنقص من الوزن وتنقص من المنشطات، وتخرج من رمضان بغفران من الله وصحة في البدن، وتنفع غيرك. ولا يتصور الصيام من غير جود وكرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. من آثار الصيام هو جلب النفع للآخرين، ولذلك فرضت زكاة الفطر، حتى ذهب بعض العلماء أنها تجوز أو يجوز أن تعطى لغير المسلمين. زكاة الفطر التي هي من العبادات يجوز، الأحناف يجوزون أن تعطى زكاة المال وزكاة الفطر لغير المسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أخذوا بظاهر هذه الآية. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ما قال افعلوا الخير في المسلم أو في الحيوان أو في الشجر، أو افعلوا الخير، لأن الإنسان إذا كان محسنا لنفسه محسنا في عمله كان نافعا لغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.